أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عنه. وقوله فيه: وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حلة. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بجميع أنواع الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، لتعذر الإحاطة بفعل جميع الحلال، فإنه يبعد أن يحيط المرء بجميع أنواع الحلال فعلا، فالواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، فالواجب على العبد اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. فمثلا هناك لبعضنا مأكولات يراها ولم يأكلها لأن نفسه لم تمل إليها، فلا يجب عليه أن يفعل حتى يتحقق فيه تحليل الحلال، لكن يعتقد حله وإن لم يأكله. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين معا: الاعتقاد للحرمة واجتناب الحرام بالترك، فلا بد من هاتين المرتبتين معا: اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف أيضا قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل. ووقع في الحديث إهمال الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله في الحديث: ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم.